طب دلوقتي عايز اسالك برضو على فكره، وحضرتك يعني حاصل على بطولات وشاركت في بطولات عالميه كتير الحقيقه، محقق مراكز حاجه مشرفه جدا. ساعه الوقوف على خشبه المسرح والاستعراض قدام لجنه التحكيم والحضور، الفروقات تكاد تكون مش موجوده بسيطة يعني خالص. يعني حتى لجنه التحكيم نفسها بتعرف مزبوط. ازاي مظبوط صح كريم معانا يعني تعرف منين ان كابتن اشرف لا اعلى من كابتن فلان اللي بيتنافس معاه مثلا. مظبوط. هو في عندنا خطوات، الخطوات الاولى اسلوب الشخص في ضرب الاوضاع اللي احنا بنضربها دي، الطريقه بتاعته الملفته للنظر. نمره 2 التناسق الجمالي بتاع الشكل، ما يبقاش ما عنديش مثلا دراع كبير وكتف صغير، كتف كبير والدراع اصغر، لا التناسق دوت بيبقى ليه نظره مع الحكام، دي الدرجات اللي احنا بناخدها. طيب الوقفه على المسرح، الثقه والاحساس بان انت معلش انت اللي على المسرح لوحدك، ده بيوصل للحكم تحت. فالنهارده احنا عارفين ان النظره مختلفه مننا كلنا، ممكن انت تشوفني كويس غيرك مش شايفني كويس. فالنهارده انا ازاي اوصل ده للحكام على الاقل 4 من 7 ان انا كويس. هنا ابقى نجحت، هي برضه فيها حته ذكاء شويه، بس ما انزلش على المسرح اكون مش كويس. انا ممكن اخسر، وما انا بطولات خسرتها كتير، بس نازل كويس، بس كان في غيري احسن. بس ما انزلش وحش واخسر واقول انا لا انا كنت اكسب. انا ملاحظه حاجه، ولو برضه حضرتك تقول لي يعني حضرتك الوحيد اللي عندك او بتبتسم، ودي حاجه مميزه صح؟ يعني الباقيين مكشرين دايما بيكونوا مكشرين عاملين كده وش اللي هو يخوف شويه، حضرتك مبتسم، فدي حاجه جميله. حضرتك دي انا اتميزت بيها حتى في بطوله تجارب بطوله العالم 2016 انا كان عندي اصابه في ظهري، وكنت كانت رجلي الشمال ما بتتحركش، واصريت ان انا اطلع على المسرح، وكنت واخد مسكنات لدرجه ان الالم مخليني واقف على المسرح ناسي الابتسامه دي. ومن كله ساب ان انا مش يعني نسي الشكل بتاعي على المسرح، وفين ابتسامه اشرف؟ والله زي ما بقول لحضرتك كده، بس الالم كان اصعب من ان انا افكر ان انا ابتسم.